كيلومتر. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في جميع انطلاقات هذه الأشواط. نذهب مباشرة مع مقدمة الشوط مع المركز الأول وإلى صوغة، هي من تصدر الجميع بهذه الانطلاق لحقن الرياسة بقيادة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي من يسيطر مع مقدمة الشوط. المركز الثاني مشاهدين الكرام هملولة من تصل لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن سالم آل نيبي من يتولى عملية التدريب والتضمير. ثالث المراكز وصول مشاهدين الكرام من جمايل لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف المقبالي من يتولى عملية التدريب والتضمير. رابع المراكز أرى مشاهدين الكرام والوصول في هذه الانطلاق من الوذبة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان المحترف يمعى بن عتيق الرميثي من يتولى عملية التدريب والتضمير. ندائنا الأول لهذا المساري والانطلاق لشوط الوداع شوط الختام الثالث عشر للأبكار الثنائية المحليات الأصائل لأصحاب السمو الشيوخ. المقدمة صوغة، صوغة مع البداية، صوغة مع المركز الأول لهجن الرئاسة مبارك بن أحمد بن مايد الخيل المميز أبو أحمد من يتابع انطلاق صوغة مع مقدمة الشوط مع المركز الخيلي سيطرت على الجميع غادرت بهذا الشوط بناموس هذا الشوط بالفوز والانتصار بدون أي منافس بدون أي منازع على الإطلاق المباشر. تهانينا والناموس من 200 متر أخيرة يفصلنا عن خط النهاية لهجن الرئاسة وإلى المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. شوط الختام ذهب به المميز بصوغة. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وإليك يا أبو أحمد مساءك ورد مساءك مميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار والأداء المميز الذي قدمته صوغة. المركز الثاني الوثبة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد الهيان تهاني المحترف يمعى بن عتيق الرميثي على هذا الانتصار بثاني المراكز. المركز الثالث من وصلة مشاهدين الكرام اللي هي جمايل لسمو الشيخ احمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف المقبالي. رابع المراكز اتت هملوله لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. تهانينا والناموس لسعيد بن سالم النيبي. هكذا كانت المتعه، هكذا كان التحدي والاثاره لشوط الختام شوطنا الثالث عشر للابكار الثنايا المحليات الاصايل. وفي انتظار التوقيت الزمنيه الذي يوافينا به المشاهدين الكرام مخرجنا المميز شوطا تلو شوط ننتظر مشاهدي الكرام. ها هي امامكم الاعاده لشوط الختام اثناء وصول صوغه الى خط النهايه معلن الفوز والناموس قاطع المسافه في زمن وقدره 9 دقائق 28 ثانيه 7 من الاجزاء. تهانينا لهجن الرئاسه وللمميز مبارك بن احمد بن مايد الخيلي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هملوله او الوثبه لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد ال نهيان وليم عبد النتيجه الرميثي قطعت المسافه في زمن وقدر مشاهدين الكرام 9 دقائق 37 أو 38 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وتهاني لمعة بن عتيق الرميثي من حل ثالثا جمايل لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم. تهانينا سلطان بن سيف المقبالي. وفي انتظار التوقيت الزمني لجمايل أثناء وصوله إلى خط النهاية 9 دقائق 50 ثانية 4 من الأجزاء. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.